الشيف نقطعها مكعبات. حلو؟ اه. بالشكل ده كده. ممكن تعملها صوابع زي ما انت عايزه، اختياري يعني، تقدر تعملها صوابع او مكعبات صغيره. بنروح ناكل طبق البطاطا ده في اي محل بتاع مشويات او مطعم، بندفع فيه مبلغ وقدره، بيعدهم بالواحده. هتجيبي كيلو بطاطس وتعمليه بايدك انت الحلوه. اه قطعها كده بالشكل ده كده. عجبك شكل الكيكه؟ نعم. عينيا تبرد وقطع لك منها حته، تفاصيلها باينه قدامك اهي، شق القمر يا قمر. اه شفت البطاطس دي؟ اهي خدها بالشكل ده كده. اه كمان واحده عينيا، يلا عشان ما عندناش وقت. نعم الشعريه هقدمها زي ما هي كده، زي نوع المكسرات ناشفه. مشكلتك عايز تعرف الشعريه مع الوقت الضيق ده هتروح على فين؟ عينيا اقول لك كل حاجه دلوقتي، اصبر على رزقك. هننزل البطاطس دي في قلب الزيت يا مخرجنا، زيت شديد الحراره. اه يلا بينا يلا بينا. الله الله، بس خلاص تعالوا نكمل موضوع البطاطا الحاره. نشيل كل ده ملوش عوزه. معانا نار شديده الحراره، معانا طاسه، حلو الكلام، والمغازي جاب الخلاصه اهو. نحط دي على النار، حلو، مكعبين زبده. مش هستخدم زيت هنا، كفايه الزيت اللي هي متحمره فيه. حلو الكلام يا ست الكل. معانا فص من التوم مفروم ناعم، فين التوم يا عم الشيف؟ حلو. الزبده بتحمر التوم بسرعه، خلي بالك. شويه كزبره ناشفين على التومه، الله، شويه كزبره خضراء على التومه، شويه دبس رمان على التومه. اوعى تقول ورايا اللي جايه دي، اوعى تقول اللي ورايا. اهو في لفله حلوه اللي هي الهريسه الحمراء على التومه، شطوره. ونقلب، الله، شويه بهارات من الملح والفلفل والبابريكا، ونقلب. يلا يا بطاطا، يلا يا بطاطس، اللهم صل على النبي. اهي زي ما هي كده، زي ما هي كده، الله، هو ده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الروقان ده؟ دور عليها في اي مكان، مش هتلاقيها غير انت اللي عاملاها بس. في العيله هيقولوا لك عايزين ناكلها من ايدك يا عسوله، يا حلوه، يا ست الكل، يا امي، يا اختي، يا خالتي، يا عمتي. شايفه الطبق الحلو ده كده؟ اه بطاطا حره على طريقه الشيف المغازي. اه يلا نغرفها مع بعض سريعا، اللهم صل على النبي. اه طبق للتقديم، حلو زي ده كده. نقدمها معاها نعناع اخضر، نقدم معاها بقدونس، يعني انت بقى وايه شقاوتك، وانت بتحب المطبخ زي الفل. اهي يلا بينا يلا بينا يلا بينا. اهي اهي اهي، هو ده بطاطا حاره او كزبريه، الف هنا وشفا. دي لو على السفره هخلص عليها، عايزه طبق حمص والف هنا وشفا. We'll be right back.